تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد أحمد عبد الرحمن القيسي من فرعون، ولدت بها سنة 1939، وكانت في نظري أعز بقعة رأتها عيناي. تخرجت منها في الصف الثالث الابتدائي، وخرجت مع أهلي وباقي أهلها إلى بساتين البرتقال المحيطة بالبلد، وكان أملنا أن نبقى هناك لبضع أيام لا تزيد عن أسبوع، لا تزيد عن 7 أيام. هكذا كان متعارف ما بين أهل البلد، أن مدة الهجرة 7 أيام أو 7 أسابيع أو 7 شهور. مضت الأيام 7 الأولى، انتقلنا بعدها إلى مدينة اللد، وهناك بقينا فيها على أساس أن نعود إلى بلدنا. مضت 7 أسابيع دون أن يحدث شيئا، لا بالعكس، كنا نتوقع من مدينة اللد أنها مدينة باسلة وأنها عصية على الاحتلال، معتمدين على بعض الآليات الزراعية التي حولوها إلى دبابات. فخرجنا من اللد بدون أي مقاومة، وكنت في ذاك الوقت قد رأيت دخول اليهود إلى اللد، بضع دبابات وعلى ظهرها بضع أشخاص كانوا يرتدون الزي العربي. وعندما دخلوا إلى مدينة اللد، جميع من كانوا على الطرقات أبدوا بتحية لهم على أساس أنهم من الجيش العربي الباسل. وما هي إلا دقائق وإذ بالرشاشات تعم البلد، فالكل هرب إلى بيته خائفا مذعورا، وطلبوا من الناس خاصة من الكبار أن يجتمعوا في الجوامع. اجتمع الناس في الجوامع، وبعد فترة بسيطة طلبوا منهم الخروج، فخرجنا إلى نعلين وشقبة ثم إلى عبود، وبقينا هناك في منطقة رام الله، وبقينا هناك بضع أشهر. انتقلنا أو استقر بنا المقام في مخيم عقبة الجبر. في مخيم عقبة الجبر أتممت دراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولضيق الحالة المادية عملت معلما مع وكالة الغوث سنة 1958. وعندما فتحت جامعة بيروت العربية وسمحت للطلاب الانتساب، انتسبت إليها وتخرجت منها بدرجة جامعية في التجارة بتخصص محاسبة بتقدير جيد جدا. عملت بعدها معلما لهذه المادة في كلية ناور، فبقيت إلى سنة 1995 حينما قدمت استقالتي المبكرة. وكنت قد عملت منجرة لأرض لي في منطقة سحاب، أسميتها منجرة كفر عارة، ولي في هذه المنجرة ذكرى حلوة. في السنة الأخيرة عندما تقدمت طالبا تجديد الرخصة، قدمت الطلب وما هي إلا بضع دقائق، فخرج إلي من الداخل أحدهم ملوحا بالورقة يقول: وين أهل كفر عارة؟ هذول نسايبي، قضيتك انتهت. مع أنه كانت القاعة تغص بالكثيرين من المراجعين من أمثالي. فحمدت الله وعلمت بعد أن كنت أعلم، تيقنت أن حتى مصاهرة أهل كفر عانى شرف، وهذا الشرف سأبقى برضو أحترمه وأعزه وأعتز به. علاقتي مع الرابطة منذ بداية تأسيسها، أذكر أو على ما أذكر أن الاجتماع الأول كان في بيت فبيت آل دغمش في منطقة الشرق الأوسط عندما كانوا يسكنون هناك. وقد اعترض بعض الناس على أن الاجتماع لماذا لم يكن في مكان آخر أو مكان عام، فاعترضت على ذلك وقلت لهم أن أحدا من كفر عانى لا يستطيع أن يوفر مثل هذا المقام في مثل هذا الجو العاصف الماطر. وشكرنا أهل دغمش
وهذا دليل قاطع على أن آل دغمش لهم أثر كبير وعميق في تأسيس فكرة الروابط. عندما نشأت الروابط الأخرى وخاصة في مخيم الوحدات، رأى مجموعة من البلد أنه من الضرورة أن يكون لبلدنا رابطة تماما كبقية القرى الأخرى، كقرية سلمة والسافرية والعباسية. فاجتمعنا قرابة 20 رجل وقررنا أن يكون لنا رابطة. استأجرناها في شارع مأدبة طابق أول فوق محلات السعدي على ما أذكر، السعدي لكفرعان. وأنشأت أول هيئة إدارية لم أكن منها، وبعد انتهاء حوالي 4 سنوات وكانت خدمات البلد أو خدمات الرابط لأهل البلد لم تكن بالشكل الذي يشجع الناس على الإقبال ودفع التبرعات والهبات وحتى الاشتراكات، كادت الرابطة أن تفلس. ففي الاجتماع الأخير وعندما تم ترشيح هيئة إدارية جديدة، رأيت أن يكون لأهل بلدنا مقر دائم بدل هذا المقر المستأجر، لأن معظم الاشتراكات التي كنا نجمعها من الناس لا تكاد تكفي لدفع إيجار المحل، فمن أين لنا أن ندفع للعائلات المستورة أو الخدمات الأخرى؟ وكانت النية أن نشتري وحدة في مخيم الوحدات. فبدأنا باستشارة الناس، خاصة الناس المسيرين منهم، فوجدنا تشجيع كبير من الناس. جمعنا المبلغ الأول الذي يعادل قيمة الوحدة، وهو على ما أذكر 900 دينار. ذهبنا إلى صاحب الوحدة للرابطة، هي الموجودة في شارع سمية الموجودة حاليا الآن، كنا قد فوضناه من قبل عليها، وزاد من قيمتها حوالي 100 دينار تحملناها. اشترينا الوحدة ونقلنا أغراض الرابطة من الرابط القديم الكائن في شارع مأدبة إلى هذه الرابطة التي أصبحت، لهذه الوحدة التي أصبحت كرابطة لأهل البلد. وعندما تجمع لنا مبلغ آخر، قررنا أن نهدم هذه الوحدة ونقيم عليها الرابطة كما هي موجودة بشكلها الحالي. ويعز لي أو يشرفني في هذا المقام أن أذكر بعض الناس، وخاصة الذين ساهموا مساهمة كبيرة جدا وبذلوا جهد كبير جدا في إنشاء هذه الوحدة، وخاصة السيد طلال دومش الذي كان بنفسه يجوب البيوت بيتا بيتا لأهالي كفرعانة. فمنهم من يكرمنا ومنهم من لا يقدرنا. فمن الناس مثلا الذين قدرونا، أذكر أننا دخلنا أحد البيوت، قرعنا الباب ففتح إلينا أحدهم مهللا ومكبرا وقال أهلا وسهلا، وخاصة عندما رأى المرحوم السيد أبو العبد، وهو إنسان يعز عليه جدا. دخلنا البيت فوجدنا في ردهته طاولة غاصة بما طاب من المأكولات والمشروبات، فظننا أو اعتقدنا أن وقتنا غير مناسب للزيارة، فطلبنا منهم الانتظار على أمل العودة إليهم في فترة أخرى ثانية. فأصر علينا صاحب البيت أن نجلس وأن نبقى وأن نساهم وأن نشارك في الأكل، فجلسنا وشاركنا. على ما أذكر أن اسمه محمد نصار أو من بيت نصار، كان يعمل في على ما أظن في مجال الجمارك، ما جمارك يعني التخليص، الله أعلم، هيك تعرف هذا الحكي صار بزمان 35 سنة. وقبل أن يبدي أبو العبد رحمه الله بأي كلمة،
قال أنا أعرف لماذا أتيتم، أنتم تريدون أن نشتري وحدة، فقلنا له اشترينا وحدة ونريد أن نبنيها. وقبل أن نكمل أي نعيد أي كلمة، طال من جيبه دفتر شيكات وكتب إلينا شيكا بمبلغ 150 دينار، وطلب من صاحبه المرافق له أو المجالس له في القاعدة أن يوقع على الشيك، دليل على أن الحساب كان مشترك بين الاثنين. فقال له صاحبه وهو من مدينة الطفيلة على ما أظن، من الطفيلة أكيد، فقال له ما الأمر؟ قال الجماعة بدهم يبنوا وحدة يعملوها هيئة إدارية، وبتعرف أن الهيئة الإدارية أو الرابطة المكان مقدس تماما، في شبه يعني قدسية الجامع. فقال له طيب بنتي أكرم من مين؟ تناول الدفتر مرة أخرى وكتب لنا شيكا آخر بنفس القيمة الأولى، فتسلمنا شيكين بمبلغ 300 دينار، وهذا المبلغ على ما أظن يعادل أكثر من 3000 أو 10000 دينار في الوقت الحاضر. شكرناهم كثيرا وحمدنا الله، وعلمنا أن في البلد أو في بلدنا أناس كثيرون من مثل هؤلاء، خرجنا ونحن مسرورين. فهذا لا يدل على أن كل أهل بلدنا بمثل هذا الكرم وبمثل هذا التضحية والحب في الرابطة. فكثير منهم كان لا يدفع لنا شيئا أو يعدنا أكثر من مرة نذهب إليه لأكثر من مشوار، وخاصة في وقت البرد دون أن ننال منه قرشا واحدا. دخلنا بيت أحدهم ففتح لنا الباب تماما كما فتح لنا الأول، وتفرس في وجوهنا، ومن حمد الله أن أبو العبد لم يكن معنا، كان معنا على ما أظن عارف دغمش، وإحنا كنا بسمين نفسنا للجان. فقال أنتوا تعون الرابطة؟ قلنا لا، إحنا الهيئة الإدارية في الرابطة مش تبعون الرابطة. قال وأنتوا جيمشن تبرعات؟ قلنا والله هيك ريحتنا من عناء الطلب أو الشرع. فقال اسمعوا، كفرعانا وضاعت، وسيد سيدكم برجحهاش، واللي بده يشرب شاي وقهوة بيشربهم في دارهم. اللي بده يشرب شاي وقهوة يروح يشربهم في دارهم، يا عم والله احنا معنا فضيلة. قلنا طيب شكرا يا عمي بس بكفي. قال تفضلوا اذا بدكم تشربوا شاي. قلنا لا بدناش نشرب شاي، بنروح نشرب شاي ببلاش بالرابطة. عشان هيك اول ما دخلت قلت لك بدنا شاي ببلاش، بنروح نشرب شاي وقهوة في الرابطة ببلاش. فقال زي ما بدكم. المهم عانينا كثير جدا حتى جمعنا ما يساوي قيمة هدم الوحدة وبنائها من جديد، الأغراض اللي كانت موجودة فيها، يعني أغراض الرابطة، الطاولات وكراسي وعدة وغيرها، هذا أخذتنا على بيتي، والله بقيت في بيتي من ما بدينا في حل حفر حتى تم بناء الوحدة هاي وتم الافتتاح. قبل الافتتاح بيوم أو بيومين رجعنا الأغراض وكتبنا على جدار، على هذا الجدار أسماء كل فرد من أهل البلد أو من غير أهل البلد تبرع ولو بدينار واحد. والله في ناس كانوا يتبرعوا 10 دينار.